مشاهدينا مرحبا بكم معنا في حلقه جديده وسبيسيال من برنامجكم شوفوا سينما. نبداو اخبارنا مع النجمه الامريكيه نيكول كيدمان اللي على حسب وكاله الانباء الفرنسيه انها تحت صدمه شديده وذلك اثر تلقيها نبأ وفاه والدها في سنغافوره. فعلى حسب ما ذكرت الوكاله عن مصادر متنوعه فوالدها انتوني كيدمان تعرض الى سكته قلبيه في نادي اجتماعي في سنغافوره. من المعروف ان النجم الهندي هريتيك روشن كيروج الى فيلم الجديد بانك بانك اللي من المقرر يعرض في الصالة السينمائية الهندية يوم 2 أكتوبر من هذا العام. مباشرة بعد ذلك غادي يصور فيلم الجديد موهينجو دارو. فكما نشرت عدة صحف فنية هندية أن النجم هريتيك روشن كيطلب أجر خرافي في فيلمه الجديد وذلك بزيادة الأجرة من 50 كرور هندي أي بما يوازي 8 ملايين دولار أمريكي، والشيء اللي كيعود بثقة النجم الهندي في فيلمه الجديد بانك بانك اللي كيتوقع أنه يحصد إيرادات لا مثيل لها. اعترفت نجمة جيسيكا ألبا على أنها ندمة بشدة على عدم التحاقها بالجامعة، فكما ذكرت وكالة أنباء ألمانيا فإنها على رغم الشهرة اللي حققتها والنجاح ترى أنها لم تحقق كل أهدافها في الحياة. تلقت فعاليات مهرجان دولي للفيلم بطنجة بدورته السابعة. كتعرف هذه الدورة مشاركة أزيد من 33 دولة وكتشمل أفلام وثائقية وأفلام روائية وكذلك حضور أسماء وازنة. كانت لنا تغطية خاصة نشاهدوا جميع. مستمتع ان انا في المغرب واني في مهرجان طنجة الدولي للافلام القصيرة، وجهد رائع من منظمي المهرجان وتفاعل من الجمهور المغربي والطنجاوي بالتحديد. بدأنا مشاهدة الافلام انا وبقية الجوري في أفلام متفاوتة المستوى، في أفلام قوية جدا، في أفلام جيدة، في أفلام عادية، وأكيد يعني نتمنى أن احنا نكون عند يعني حسن ظن الجمهور أنه الأفلام الأقوى هي التفوز يعني. But I'm so happy to be here in this quite new festival, but it looks really amazing. And tonight it's gonna be like the second section of the short films, and I'm very excited about it to see how are them. qui se développe à la fin de l'Europe. Well, this is my first visit to Tanger. This is my first attempt in the director's chair, and this festival is my first international festival, my first international selection with this, my first movie. I'm glad. I'm very happy, and I feel very encouraged that my film has been selected here to play at the Tanger Film Festival, and the organizers here have been very nice to host me along with so many other filmmakers from other countries. مشاهدينا مرحبا بكم معنا. اليوم معنا لقاء خاص مع فنانة مغربية شمالية اللي جات في مسلسل توريا وكذلك في عدة أعمال أخرى. إذا باسمي وباسم الجمهور كنرحب بك. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا بك معنا. إذا حضورك في مهرجان طنجة السينمائي للفيلم واش كان مشاركة أو كضيفة؟ أول حاجة كنشكركم على هذا اللقاء هذا واللي تحتوا لي الفرصة أني نسلم على الجمهور الطنجاوي والجمهور المغربي كله. أنا دابا في مهرجان سينمانا الدولي، باش نوضح مهرجان الفيلم سينمانا الدولي اللي كان في طنجة الدورة السابعة. أنا بصراحة ضيفة ماشي مشاركة، كان المفروض أن نكون مشاركة بفيلم ولكن مكتبش. دابا أنا ضيفة من إدارة ديال المهرجان. مرحبا بك معنا. بارك الله فيك. إذا شنو أول عمل ديالك اللي طلعتي به على جمهورك؟ أول عمل سينمائي كان زمن الرفاق.
مع محمد شريف طريبق، كان اول عمل واللي شاركوا فيه كاع الممثلين ما معروفينش صف سي مسعود بوحسين هو اللي كان عندنا معروف في الفيلم كله، واللي كانت تجربه زوينه دوزناها مع السي شريف طريبق، وهي اللي فتحت لنا الباب باش نحترفوا السينما. واش قدرتي توفق ما بين تجربه سينمائيه والمسرحيه؟ هو الصراحة المسرح غيبة طويلة عندي فيه شحال هذه ما خدمته، لأن سات سيطوان ما فيهاش فرق محترفة أني باش نقدر نلعب فيه، والبعد ديالي على كازا والدار البيضاء على كازا والرباط عفوا ومراكش ما كيسمحليش أني نخدم المسرح، مع العلم أني توحشتو كنتمنى نرجع. على داك الشيء ما نقدرش نقول لك واش كنوفق ولا ما كنوفقش، لأن أصلا دابا بعيد على المسرح. بعيد على المسرح. إذا واش نقدروا نقولوا أن بحكم أنك ممثلة شمالية من بين الممثلات الشماليات الجميلات اللي قدروا يثبتوا نفوسهم في السينما فحال سامي أقريو مثلا أو آخرون، شنو تقدر تقول؟ بصراحة أنا بقى ما كنشوفش راسي أني ثابتة زعما في الميدان، تجربتي مازال صغيرة رغم أني عملت مسلسل وشوية ديال الأفلام سينمائية، بقية كنقلب على فرصة ليا، بقية كنحاول نبان، بقية كنحاول نثبت الوجود ديالي، يعني ما نقدرش نقول أني واصلة ولا أني ثبت الوجود ديالي في الميدان بحكم أني شمالية. وبالنسبة للمسلسل توريا شنو تقدر تقولنا على التصوير ديالو، كيفاش داز وكيف كان؟ التجربة كانت زوينة، وكانوا بعض الإكراهات اللي كانوا لاعبين ضدي أنا، ولكن مني شفت العمل لقيتهم أنه كانوا معايا ماشي ضدي، ولكن في كل الأحوال كانت تجربة مريحة وعجباني لأني قدرت نوصل لقلوب المغاربة، قدرت نخلي الناس يعرفوني من هذه الزاوية هذه، وكنت من الجمهور زعما ما نكونش طلعت له فراسه من كثره الاعاده ديال المسلسل. بارك الله فيك. واش كاين شي مشروع عمل في الطريق مستقبلا؟ انا حاليا في صدد تصوير فيلم سينمائي مع المخرج الشاب نسيم العباسي، البطوله ديالو اللي كتلعبها مرتو مدام علي الرقاد والسي عبد الرحيم التونسي اللي جا في دور عبد الرؤوف مره اخرى، وانا عندي دور ثاني نسائي في هذا العمل هذا، وسميت العمل عمي. عمل سينمائي. اذا احنا في انتظاره ان شاء الله. ان شاء الله. واش سبق لك رفضتي ادوار قدمت لك وشنو السبب؟ انا ما يمكنليش نقبل عمل بلا ما نعرف واش انا نقدر نتفاعل معه. نورمالمون خصني نقرا العمل ونشوف الشخصيه الا كانت غنتصاحب معاها غادي تلبسني، نقدر نقنع بها الجمهور، يعني ما نحش براسي كنضحك على الجمهور او كنكذب على الجمهور او كنداعي على الجمهور، لان انا شخصيا ما نقدرش نعملها. وفعلا كاين عدد من الاعمال بلا ما نعرف الكاش شحال فيه ولا حتى شي حاجه، بمجرد ما اني كنقرا العمل كنرفض، يعني الا كانت شي حاجه ملائمه وتعجب الجمهور هذا الف مرحبا، واخا يكون الكاش صغير بالنسبه ليا العمل هو الاول. وبصراحه رفضت بزاف الاعمال. دائما كيتم الرفض الا الواحد ما ارتاحش في شخصيه تقدمت ليها ولا في شي كلام ولا في شي سيناريو. طبعا اذا شكرا مجددا لتلبيتك الدعوه ولحضورك معنا، وهذا شرف لنا. بارك الله فيك. نتمنى لقاء جد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم اللي تحتوا لي الفرصه مره اخرى، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم كلكم. شكرا للجمهور الطنجاوي، الجمهور السينمائي، الجمهور المغربي والمعجبين ديالي، وكنتمنى ما نكونش. بالعكس دائما خفيفه علينا. بارك الله فيك. شكرا. الجواب على سؤال الحلقة الماضية اللي كان إلى كم لغة ترجم فيلم الرسالة، الجواب كان هو 12 لغة.
أما فقرة اخترنا لكم، اخترنا لكم مشاهدينا فيلم The Notebook، الفيلم اللي حقق نجاح كبير جدا، وكذلك مضاعفة ميزانيته اللي كانت 29 مليون دولار أمريكي إلى إيرادات خطت 115 مليون دولار أمريكي. الفيلم اللي حصد 11 جائزة، 8 منهم من جوائز Teen Choice Awards، وشيء اللي حقق شعبية كبيرة خصوصا من فئة جمهور الشباب والمراهقين. الفيلم من بطولة رايان غوسلين وريتشل ماك آدمز، شابان يقعان في الحب. باش تعرفوا نهاية القصة كنصحكم بمشاهدة الفيلم. سؤال الحلقة هو في أي سنة تم عرض فيلم The Notebook؟ احنا في انتظار أجوبتكم على صفحتنا في الفيسبوك، كذلك تشجيعاتكم وآرائكم. نتلقى في حلقة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.